استاذ انور، بالنسبه للموقف حميد الشبلاوي طبعا موقف وطني يشكر عليه، وموقف المستقلين بصوره عامه، والنائب حميد الشبلاوي بتواصل يعني مباشر ويانا وقلنا له يا طب وضح لنا الامر شنو اللي جاي يدور خلف الكواليس، شنو اللي جاي يصير. فالامر بالنسبه لقانون العفو العام استاذ انور صاير يعني نصا نقلا مو عن شخص حميد الشبلاوي ولكن اكثر من نائب، يعني صاير ورقه ضغط فقط انه ايش وقت ما اريد يستخدموها بعض الكتل السياسيه يطلعوها، مثلا خلاف على رئاسه المجلس يابا احنا ترى راح نطالب النازحين وراح نطالب بقانون العفو العام ونضغط بهذا الاتجاه، اما تمررون اللي نريده واللي نطلبه احنا ككتله سياسيه بالاضافه الى الكتل المقابله حتى ما يكون انه تركيز على فئه معينه. بالنسبه للكتل الشيعيه بصوره عامه هم مستفادين من السجون من خلال ملف الاطعام، من خلال شركه الميقات اللي تابعه لهيئه الحج والعمره. مو على اساس غيروا الميقات، استاذ الامير مو مره قالوا الوزير قال شيء غيرت شركه الميقات الشكل غير استاذ انور، ما عليك بالاعلام هذا موجود، انا الكتاب عندي العقد موجود من 11 صفحه متوفر عنده حصن معالي. حطوا لي صوره معالي وزير العدل. الكتل السياسيه هي مستفاده من ملف الاطعام والحوانيت وهذا عندنا بالدليل، اذا يريد يحب الوزير اذا يفتح حلقه تواصل بيناتنا نزوده بكل الادله اللي عندنا. بالنسبه للامراض استاذ انور الامر الضروري اللي قلت لك هذا لازم اليوم نتطرق له ونوجه رساله به من خلالك. حط خلي الوزير العدل. خلي وزير العدل سجن الكرخ المركزي المطار استاذ انور، من يحكم سجن المطار، وانا اتحمل مسؤوليه كلامي، من يحكم سجن المطار المركزي يعني فاقدين للانسانيه بصوره عامه يعني تماما، وبعلم الوزير والوزير يعلم بهذا الامر لحد هاي اللحظه جاي يشربون ماي مالح استاذ انور، ماي مالح جاي ينطوهم وهم اغلبهم يتقيعون دم طبعا وامراض التدرن منتشره والمدير ما يحاشي لو يجي ما ادري منو زين، بحيث انا هسه متاكد من كلامي حتى ربما حتى يكون الوزير ما له قدره ولا سلطه عليه. هذا الامر الاول. الامر الثاني سجن التاجي. سجن التاجي جاي وفات امراض تدرن استاذ انور صارت بالعشرات، وفيات يعني اقدر اقول لك صارت بالعشرات. كذلك سجن ابو غريب لا يخلون اذا السجون اللي ذكرتهم لا يخلون ذوي النزلاء يدخلوا لهم علاجات ولا هم ينطونهم علاجات الا بوصفه الطبيب، زين الطبيب على المزاج يقول له عندي تدرن جاي اتقيع دم ينطيه حبايه فلاجين وحبايه براسيتول، انا ما ادري الطب المتطور بس بالعراق عندنا. فذن ثلاث سجون على وزير العدل وعلى المنظمات حقوق الانسان الدوليه احنا الداخليه هاي غسلنا ايدينا لان مجاملات غسلنا ايدينا منها استاذ انور مجاملات ويمشون يتقل صوره وين الوزير وزاره لجنه حقوق الانسان وزاره المنظمه الفلانيه والمنظمه هاي الحقيقه واقع هذا الكل يعلم بها يا استاذ انور. لا بس اسمح لي لا قالوا لي ايضا سجن الحله الاصلاحي، سجن الحوت، سجن الحلة الإصلاحي، سجن الناصرية الإصلاحي، كلها يقولون وضعها سيء. خمس سجون يا وزير العدل، خمس سجون. صيف بعده ما بلش ترى، صيف بعده ما بلش يا وزير العدل. وزير العدل سوي لك جولة الآن، أرجوك حق الرد مكفول لك بأن تروح أنت تتأكد، لا تردون البيان، ردوا بصورة وصوت. صراحة وزير العدل ما شفنا منه بس في الإعلام، راح أخفف لك نظام وراح بداية، هاي سمعناها من أول ما استلم المنصب. ورئيس الوزراء قال بنفسه قال انا الوزير المقصر ما اخلي بمنصبه، احنا مو ضد وزير العدل ولا ضد الوزاره ولا استهداف للوزاره، ولكن يا وزير العدل الموظفين اللي عندك هم موظفين مكلفين بخدمه عامه وفق القانون، يجب ان يقدموا خدمه لهاي الناس. تمام. النزيل نزيل محكوم هسه سواء كان بريء او مذنب ما نتفق على هذا المبدا. والله ما انا اتفق وياك. انا اتفق وياك للاسف وزير عدل ما جاي يحكي وما حد ينفذ له او ما بيده شيء. استاذ انور بس اعلام ما جاي نشوف، وزير العدل خلي يتدارك وضع سجن التاجي وسجن الكرخ المركزي وسجن ابو غريب وسجن الاصلاحي مال الناصريه وسجن الاصلاحي مال الحله، يعني المدير مو نبي، يعني لازم اقيل اجيب غيره، يعني ما يصير. يعني ما اللي جاي نشوفه ترى وجاي توصلنا معلومات حتى مدراء السجون يشترون المنصب مشترك. يعني بحيث يتغير مدير يجي هو وكادره، يجي ابو الشؤون، يجي ابو الامنيه، يجي ابو الجسم، يعني ما يصير هاي مو وضعيه هاي. تمام. هذا انسان ايش مهما يكون يا استاذ انور، هذا انسان وذولا امانه الله، يعني من عندهم قالوا استاذ انور يوميه يركز لنا على امر الوزير. يبشرون وانا خادم.
يبشرون. انا هذا واجبي وانا خادم ما لي عافيه بيها، لكن انا بدي اقول لك فيما يخص اللي قال الاستاذ حميد الشبلاوي بان ضروره الاسراع باختيار رئيس مجلس النواب. نعم الان المرشح الموجود هو الاخ سالم العيساوي، ما ينتخبونه وخلاص يعني. ليش نبقى بالجنجل وتي؟ احنا ننضم لحمله وطنيه وان شاء الله نعمل خير بسيد سالم العيساوي. حطوا له شيخ سالم، نريد شيخ سالم انه ياكد ايضا بانه قانون العفو العام في مقدمه القوانين راح يعمل عليه. احنا راح نساعد استاذ انور عربون ثقه، نريد من سالم العيساوي هسه احكيها امام الملأ، نريد عربون ثقه يطلع لنا ويقول انا من اولوياتي ادراج قانون العفو العام. والله انا ضم صوتك، انا انتظر من الشيخ سالم العيساوي وارجوكم وصلوا لي هذا مكتب الاعلام يتابع احتجاجيا ننظم هذا. سووا هاشتاج حاليا، التظاهرات وقفناها تمام. وقفناها الحين انتخاب رئيس مجلس، حاليا نتحرك بس على النواب وعلى تمام. مكاتبهم. انا اذا ادعوكم حتى تصير حمله شعبيه انه تسوون صورته وتكتبون تقولون احنا مأيديك ان تكون رئيس مجلس نواب، وهذه اراده شعبيه على الكتل السياسيه انت تلتزم بها، لكن نريد منك التأكيد بموقف رسمي انه قانون العفو العام اول قوانين او من اوائل القوانين راح تسعى لاقرارها. هذا الرد هالشكل.